اهلا ومرحبا بكم الى البطوله الانجليزيه وهذه القمه الناريه، هذه المواجهه الكلاسيكيه بنجومها العالميه على ارضيه استاد الامارات بين العملاقين التاريخيين ارسنال وليفربول في المعمعة رقم 185 لحساب البريمير ليج. ليفربول يتنقل الى العاصمه الانجليزيه كمتصدر للترتيب العام رفقه مانشستر سيتي، ولم يعرف الى حد الان اي خساره في 10 مباريات بالدوري، بينما ارسنال هو رابع الترتيب العام برصيد 22 نقطة على بعد 4 نقاط من أعلى الترتيب العام، وهو الآن يملك 8 مباريات بدون خسارة. وفيرجيل فان دايك يضع ليفربول، وهذه كرة سريعة ويهرب أوباميانغ، شدوا لكن فما راية، بكل تأكيد تسريع باختيارات الأفكار الإسبانية. أوباميانغ أمام أليسون بيكر، لاكازيت في الكرة الأخرى، شنو روبرتسون توصل الكرة الاسكتلندي، روبرتسون يوزع والركنية بتدخل قوي من هولدينغ، أول ركنية للأزرق ليفربول بهذه العالمية، وصلاح يوزع تسدد بكرة مسعورة، شوف ساديو ماني السنغالي وضربة مرمى للمدفعجية أرسنال. المواجهات التاريخية مونيال اهتزت 17 مرة مقابل تسجيله ل 10 أهداف. في قراءة أولى للتشكيل من فيتنالدوم لمحمد صلاح، صلاح في الجنوب وتصويب وضربة مرمى. البرتغالي الهولندي فيت نازل الكسيس سانشيز، هذه كرة اوباميانغ الغابوني تصويب صاروخي، هجمة قوية للمدفع جيد بريدج ضد بلوزة تشيلسي. ارسنال حاليا لا يتكلم الا بلغة الاتصالات واقل تقدير التعادلات. سيد اوباميانغ اوبا اليوسا، جول غريبة من بخيتاريان، خروج مغامر للحارس اريسون وتيو التوت، اوكسليد تشامبرلاين، كرة جول لكن الحكم يرفع الراية، هدف ابيض لليفربول. يورجن كلوب يطلب الفار، شدوا صلاح ويعدي، لا هولدينغ يختم الكرة. هذه الكرة الأخيرة جرانيت جاكا بكل الفنون بكبر الجنون، جول غريبة، فيرجيل فان دايك يضيع الأسبقية. صلاح يصاب روبرتسون، والحارس الممتاز بيرنت لينو، الحراسة الألمانية عالمية إن كانت من والسن بالسن والبادي أظلم، والتسويب هكتور بيلرين، الصاروخية الإسبانية، فنياتك عالمية ولمساتك سحرية. بسار كرة سيناتش يوزع، أوه أريسون البرازيلي متصدي بارع لهذه الكرة للمدفعجية. النار كرة ممتازة ورايحة، التسويب غريبة عجيبة. أوباميانغ مرة أخرى بمنظومة تدرس كرة أرسنال، كرة الأكاديمية. هكتور بيلرين وروبرتسون في التغطية الدفاعية. أي مباراة نعيشها مشاهدينا الكرام، والتصدي الدفاعي لساديو ماني، فيرمينو، روبرتسون، تشاكا، كرة ممتازة وفيها جول. لا 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 لا، غريب نامي أرسنالي وكرة بالراس، الجابوني أوباميانغ، صوت صاروخي، وأرسنال ينهي الشوط الأول بطريقة قوية ومثالية. هفوة أوزيل في القائم الثاني لمستافي، جول!
لكن هنالك مخالفة، هنالك مخالفة على مستوى فرنسا. أرنالد كرة يبقى الأخطر، وكرة بالرأس فان دايك. ما زلت نحكي لكم عليه. يولن أندري مارينير على نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 بين أرسنال وليفربول. لنا عودة مشاهدينا الكرام عند ضربة توريرا في القائم الثاني، صعب الكرة لكولاسيناتش وفيها جول. لا يا مختاريان، قوة دبل لأرسنال، مختاريان وكرة بالرأس، كرة بالرأس من مصطفي والراية بكا أوزيل يوزع وإمكانية يعدي لمختاريان لليمين اللي يوزع والركنية. روبرتسون في حالة غضب، أرسنال بأقدام من ذهب ميلر وكرة خطيرة والدفاع والحارس بيرنت ليناو. قلنا أرسنال كرة صعبة على إلرين باهو ممتازة، بيلرين يختبر الركنية في أجواء جماهيرية. ماني وفيها جول، جول جول جنونه بكامل فنونه. ليفربول بخط النار، جيمس ميلر هو بالدمار في الدفاعات اللندنية. شنو هذا يا جيمس ميلر، صاروخية بهدية ألمانية. شوف مناه في البداية ويعدي وطريرا وأليسون بيكر، التعادل كان قريب. بالحرب على اليسار محمد صلاح يوزع، اي 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 ساديو ماني وصل السنغالي متاخر. رمزي ثنائي هجومي اوباميانغ والديكور اخو ثنائي هجومي للاكازيت وايوبي بعد خروج اوباميانغ. ركنية لليفر، انتصار امام الكبار. لسيدو فان دايك، رصيد فان دايك الهولندي وتألق بيرنت لينو. اليوم مان اوف ذا ماتش بكل تأكيد هو فيرجيل فان دايك. النيجيري يعدي يراوغ يوزع وتعدي على الكل هذه الكرة. شوف السنغالي هرب، ممتازة ولاكازيت غريبة. جول أرسنال.